إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما زالت متواصلة انطلاقاتي هذا الصباح ومنافساتي سن اللقاية وهذا الملتقى الأخوي لشعارات أبناء الغبايل والتواجه على أرضية ميدان التحدي. نبدأ مباشرة إلى المركز الأول لنتابع الغزيل على المركز الأول جابر بن صالح بن علي بن ضرمان المري على أول المراكز. ثاني المراكز التواجد من سرابة عبد الله بن سالم بن فاهد الهاجري. المركز الثالث التقدم من قبل شهانية سالم بن محمد بن دخيل الله على المركز الثالث. رابع التحديات تواجد الرسالة ناصر بن علي بن صالح آل دماك المري. والمركز الخامس وصول وتقدم مزعل عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة على المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط. نعود مجددا إلى الصدارة لنستجد النداء مع الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة بمسيرة هذا الشوط وإلى شعار بن ضرمان. الغزيل على المركز الأول جابر بن صالح بن ضرمان المري على مقدمة هذا الشوط بانطلاقة أول المراكز. ثاني المراكز التواجد من قبل سرابة عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري يقدم لنا شعاره بالانطلاقة على المركز الثاني. وثالث التحديات تواجد الشهانية سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله يتواجد شعاره على المركز الثالث ومع مثلث الناموس. المركز الرابع أتابع الرسالة لناصر بن علي بن صالح آل دماغ المري مقدما لنا الرسالة على رابع التحديات وخامس المراكز وصول مسعلة عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفه المري على المركز الخامس. لم يتجدد أي جديد على الأسماء الخمسة الأولى بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة. نذكركم بصاحبة أفضل توقيت زمني في هذا الصباح اللي هي أمواج من فازت معنا في أول أشواط هذا اليوم وافتتاحية أشواط سن اللقاية. حضرت أمواج بشعار خالد بن حمد بن صالح القمرة المري وسجلت أفضل توقيت زمني 7:55 أربعة أجزاء من الثانية. هذا هو التوقيت الأفضل والأميز في هذا الصباح. كان حضور أمواج وحضور شعار بن قمرة خالد بن حمد بن صالح القمرة في شوطنا الأول الرئيسي. وكذلك نهني صالح بن حمد القمرة على فوز أشكر في أول أشواط القعدان. نتابع مجريات هذا الشوط المنطلق لنشاهد منافسات هذا الشوط وما زال شعار بن ضرمان على المركز الأول مع تقدم الغزيل اللي بدأت تغازل الصدارة بانطلاقتها تغازل الناموس بتواجدها. الغزيل تعود ملكيتها لجابر بن صالح بن ضرمان المري على المركز الأول. ثاني المراكز التواجد من سرابة عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري والنقلة إلى المركز الثالث. الثنتين يبدونها بعدت عن مجريات هذا الشوط. المركز الثالث تواجد شهانية سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع تواجد رسالة ناصر بن علي بن صالح الدماغ المري. والمركز الخامس وصل شعار بن بيشان أو هذا الوصول من غبر الصحراء. الصحراء على المركز الخامس تعود ملكية لأحمد بن حامد بن عكاش الشمري على المركز الخامس. ومع خامس التحديات الأول نداء تصل الصحراء وهناك أيضا أسماء قاتمة واصلة لا محالة بمسيرة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة لأتابع مقدمة هذا الشوط ولأتابع شعار بن ضرمان مع انطلاقة الغزيل. ما زالت الغزيل قائدة لمجريات الشوط مسيطرة على أول المراكز بانطلاقة هذا الشعار الشطرنجي وبتواجدها على المركز الأول وانطلاقتها. نتابع هذه النقلة المميزة والجميلة من مخرجنا محمد فيفي وكذلك أحمد السادة من يلتمسون دائما وأبدا لقطات المميزة والجميلة للمتابعين ليستمتع متابع قناة الريان الفضائية الثانية وكذلك عشاق هذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد. كما أسلفت غزير على المركز الأول لجابر بن صالح بن ضرمان. المركز الثاني سرابة عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري يقدم لنا شعاره الهاجري ليهاجر بناموس هذا الشوط إلى بر الأمان. المركز الثالث
الرسالة على المركز الثالث ناصر بن علي بن صالح الدماغي المري غادم شعاره على المركز الثالث، وهذا الشعار غادم من المملكة العربية السعودية وخصيصا من ميدان الجزيرة المركز الرابع. يصل في هذه اللحظات شعار بن بخيت مع تقدم التماس سالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت، يصل شعار ليتسلل المركز الثالث. المركز الرابع وصول شهريه سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله خامس المراكز، تواجد فوز لطالب صالح بن عقيل المري مع المركز الخامس. دخلنا اجواء الكيلومتر الاخير، انطلق شعار الهاجري مع المركز الاول ومع سرابه اللي غادت الاسماء وسيطرت على المركز الاول. وصلت بهذه اللحظات التماس بدات تلتمس امور هذا الشوط بانطلاقتها مع بن بخيت. انطلق شعار سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت وما زال شعار بن فهد على الصداره مع انطلاقه سرابه عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري على المركز الأول على الصدارة والمقدمة. ثاني المراكز تواجد التماس وسرابة والتماس. اللحظات الأخيرة أمتار الناموس ولكن لا سرابة هي من فازت معنا بهذه الانطلاقة بهذا التميز وانطلاق شعار عبد الله بن سالم بن فهد الهاجر. للمعلومة هي آخر اسم تدون في هذا الشوط وهي أول الفائزات والمنطلقات إلى ناموس هذا الشوط. نهني بن فهد على هذا الفوز المستحق عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري على فوز سراب المركز الأول. ثاني المراكز وصلت التماس سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت المركز الثالث، كان وصول من قبل الشاني لحمد بن راشد الزعبي المركز الرابع. وصل مشاهدي الكرام الرابعة زاهية لصالح بن طالب بن عقيل المركز الخامس. نتركها لجنة التخطي والتحكيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هذه لحظة وصول سراب إلى خط النهائي مع الفوز والناموس 8 دقائق 10 ثانية 8 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لعبد الله بن سالم بن فهد الهاجري على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز كان الوصول من قبل التماس. التوقيت الزمني 8 دقائق 15 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. التهاني والتبريكات لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت وكذلك نهني عبد الله بن سالم على هذا الفوز المستحق المركز الثالث. كان الوصول من قبل الشهانيه 8 دقائق 18 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. التهاني والتبريكات لحمد بن راشد بن عبد الله بن قرح على هذا الفوز المستحق. المركز الرابع وصل الزاهي لصالح بن طالب بن عقيل